السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي إحسان طغيان. اليوم سنشاهد معا طريقة سريعة لتحضير الخبز الخالي من الجلوتين. إليكم لائحة المقادير. أضيف إلى الماء الدافئ الخميرة، السكر والزيت. أمزج جيدا وأترك الخليط يرتاح لمدة 5 دقائق لكي تذوب حبوب الخميرة. في إناء أضع الدقيق وأضيف إليه الملح. ثم أضيف خليط الماء والخميرة دفعة واحدة. وأمزج جميع العناصر جيدا. لا داعي لدلك العجين كثيرا. أغطي العجين بفيلم بلاستيك غذائي وأتركه يختمر في مكان دافئ. هذا هو العجين بعد اختماره. أدهن سطح العمل بالقليل من الزيت. أضع العجين وأحاول الضغط عليه قليلا لإخراج القليل من الهواء. أقسم العجين إلى قطع متساوية حسب الرغبة. أنا قسمته إلى 6 قطع. أشكل الخبز على الشكل الذي أريد الحصول عليه. أرش إناء الفرن بدقيق الأرز. أمرر الخبز في دقيق الأرز وأضعه في صحن الفرن. من الأفضل وضع دقيق أكثر على وجه الخبز. عندما أنتهي من تشكيل الخبز أضعه في فرن مغلق ليختمر. الفرن بارد بطبيعة الحال. عندما يختمر الخبز يكون على هذا الشكل. يطهى في فرن مسخن على درجة حرارة 240 درجة لمدة 15 أو 20 دقيقة. ولا ننسى وضع إناء يحتوي على ماء مغلى داخل الفرن أثناء الطهي، فهو يعطي الرطوبة واللون الذهبي للخبز. هذا هو الخبز بعد الطهي.
النتيجة رائعة للغاية، له شكل جميل ويكون طري جدا وله طعم لا يقاوم. هذا الخبز يصلح كذلك للساندويتش. شكرا على المشاهدة، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم وأعجبكم. لا تنسوا وضع جيم للفيديو وأن تتبادلوه بينكم وأن تشتركوا على قناتي للمزيد من الوصفات. شكرا.